لا امك مش مرتاحة بالمرة، هي هولا بدلات مش معقول، وبتضل مضويتهم كمان. خلينا احنا عايلة مصاري عنا هيك. كيف بتطيق له زلمة بشرفك؟ بس تكبر بتعرف انه شو بدك يعني اشرب هوت شوكليت يعني. طب هلا ركز معي، بدي اخبرك شيء. قول بس بيني وبينك، خلصني قول. في بنت يعني صارت زبونة دويمة عنا. هاي يعني صاحب الكيوسك رح ينبسط منك، عم تجيب له زبونات. برافو عليك. اخ مش هيك قصدي، شو قصدك؟ انه بتعجبني. تعجبك؟ ايه وانا كمان بعجبك. ايوه مازن، ايه هلا صار فيك تشرب قهوة يا عم، بيرجع بيتمسخر. خي شو بك؟ امون اعملي قهوة لابنك، ابنك مغروم. خي ما قلت لك بيني وبينك. طب هلا قلي شو بدي اعمل معه، مش عم خبرك هيك. سكادجول بليز. اف بعتقد اليوم عندك فول داي. غدا مع عصام. هيدي مش مدونات عندي. انت مأكد جد؟ انا مش عم بعترض، بس انا وياك بنعرف عصام كتير منيح. خايف؟ لا مش خايف، بس تبدأ اجتمع بواحد محتال ونصاب. نقعد معه بنشوف شو عنده، نحكي بزنس، كون سيفيلايزد. سيفيلايزد؟ انت برأيك التحضر هيك بيكون؟ انا برأيي هيدا غبا. يا الله كم مرة بدي اقول لك لازم نقعد معه. طيب ماشي، انا رح اشوف اخر تمام شو بده يصير. خلوني روح على مكتبي، اذا جد شي عليك خبرني. اوكي ميا، ثانك يو. ليه ما بقيت لي لما شفت سارة؟ بقيت لك بس قررت تنام عندي، بعدين شفت المساج مؤخر حضرتك. شو عملته؟ تسليته؟ ما كثير تسلينا، ما عدا مصروعة يا زلمة، يمكن ايطاليا كمان نزعتها أكثر. اللي بيسمعك بقول عنك عاقل. قبل لا، هلا هلا ايه. تشاو. صحتين. ثانك يو حبيبي. كيف كانت ليلتك؟ منيحة، بس اليوم مودك بجنن، شكله على أكل الشوكولاتة. تعرفي آيزك ما عم يتركني أبداً بكل الأوقات، ومبارح من بعد ما فت نمتي قعدنا نخطط لحفلتك. ومين جاي على الحفلة؟ عماد وأصحابه بالشركة صح؟ طبعاً عماد أول واحد، وبيك بفتكر. مدام نورما، مدام ابتسام على الخط. دخلك مين ابتسام؟ هاي ابتسام، كيفك سافا؟ لا ما انا كنت بدي عن جد؟ لا اولو ميا بتجي بليز على مكتبي؟ جاي. شو عم تعملي؟ عم بتدرب شوي، بس ما تحط لي علامه، بعدنا شئنا مبلشي. انه ما تظلمي حالك، مش عاطلة مبين عندك شيء. ها شوفي، اهم شيء الدايمنشنز، دايمنشنز اذا كانوا منيح كل شيء هين. ميا ساره صديقتي. صديقتك توقع بالبيجامه عندك من وجه الضوء؟ انه اكستك. صح اكستي. سارة راحت على إيطاليا من 7 سنين، هي مسؤولة عن الأرت إكزيبيشنز هونيك وبتركب لهم التيم. حلو. سارة مش مطولة هون، بكرة فيلي بعدين ما إجت على لبنان كرمالي. عماد ليش عم بتبرر لي؟ أوريدي اتفقنا أنا وياك إنه نفصل حياتنا الخاصة عن الشغل، وقلنا رح نجرب نكفي حياتنا. صح، نسيت انك اخذتي هذا القرار. ايه اذا عزتي شيء قولي لي. يعطيك العافيه. انا اخذت القرار.